مراد باثنا، مرحبا بك على موقع البطولة. تعليقك على المباراة دي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مقابلة في المستوى. فريق اولمبيك بريفكا يعني من بداية المقابلة رجع للوراء. حنا خلقنا مجموعة من الفرص باش اننا نحققوا واحد النتيجة ايجابية اليوم. يعني مجموعة من الفرص ما استجبناش الاهداف. كنتمنوا ان شاء الله نخدموا شويه في التدريب على لونشيمون على البطوله ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. شكرا جزيلا.